يعني نجحنا بالتمر، وزاد الأمر يعني نجاحا أن الأخ سيد حسن الدودي عافاه الله، تجشم المشقة رغم أنه تعبان وجا وحضر معنا واستقبلته ونسيت بأن الحسن الدودي حتى هو كان عندي منه شي وحدين ديرهم أنا في بالي. ماغوش نقول لكم فيزيرهم ولكن مابقاوش حتى يدوزو، داك الساعة كلشي تنسى، باقي الناس داك الشيء الآن. وكنعيط على السي حسن الدودي مسؤول عليه على الصحة ديالو، وهذا الذي يصلح بنا. ما كاينش هادشي، حنا خوت الحمد لله، حنا خوت الحمد لله، وحنا خوت باش نبقاو خوت ونستمروا إلى بغى الله، لمن أراد، اللي بغى شي طريق أخرى، بغى يمشي في طريق أخرى، ولا يدير شي حد أخر، ولا يدير شي جماعة أخرى، ولا يدير شي منظمة أخرى، ولا يدير شي عجب يدبر براسو. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.